والله العظيم الشعب المصري شعب ملوش كتالوج وملوش حل ومحدش يقدر عليه. اي حد بيحاول يزرع فتنة ولا يولع حريقة ما بيننا مش هيقدر. هتعرفوا ان كل كلمة بقولها مش كلام شعارات وخلاص لما تسمعوا الفقرة دي. انا هنا في شبرا نموذج مصغر لجمهورية مصر العربية بكل حلاوتها، وفي ضيافة عم جميل بنايوتي. هتسمعوا منه سر عظمة الشعب المصري. عم جميل منور أهالينا. الله يخليكي، وأنا سعيد بيكم جميعا، وصدقوني بترجعوني الشباب. وانتي قلت حتة عن شبرا، شبرا دي نبض كل الشعب المصري. ده حقيقي. والشبراوية ناس حلوين جدا جدا. الشبراوية أجدع ناس. وصدقيني بيبانوا مع بعض في السراء والضراء. وتحس فيهم إن الله محبة وإن الوطن للجميع. تحسيها في شبرا مفيش فرق بين فلان ولا علان، ولا في فرق بين محمد ولا جرجس، إحنا كلنا إخوات اتربينا مع بعض وعشنا مع بعض. أول ما نزلت شبرا اتقال لي حاجة خلتني مصرة إن يبقى ليا الشرف إن أنا أقعد مع حضرتك. عم جميل بنايوتي بقاله 40 سنة بيعمل مائدة رحمن في رمضان. طبعاً زي ما حضرتك قلت شبرا أو مصر ما فيهاش فرق بين جرجس ومحمد. أيوة. بس مش كل جرجس بيفطر 30 يوم في رمضان. الفكرة جت لحضرتك إزاي؟ أول حاجة أنا أشكرك على الكلام ده، بس برضو في معلومة صغيرة. جميل بنايوتي مش هو اللي بدأ مائدة الرحمن، اللي بداها اسمه ناصر أحمد حسين، وحخليك تشوفي صورته. ناصر أحمد حسين. فده عادي إنه يعملها من نفس مسلم بيفطر مسلمين. ابتدى. فكرة بقى جات لك أنت إزاي؟ اتفضل. لا، ابتدى بمجموعة من أهالي الحتة، أصحاب المحلات الكبار في السن، كان هو أصغر واحد فيهم، وفجأة هم انسحبوا وهو كمل. في الوقت ده أنا قلت له أنا في ظهرك. الكلام ده كان سنة كام؟ يعني النهاردة ارجعي كام، 40 سنة كده، شوفي بقى. يعني نقول مثلا في السبعينات؟ تقريباً كده. تمام. لا، بعد الثمانينات؟ في الثمانينات. تمام. وابتدت المائدة صغيرة. طب أنا عايز أسألك سؤال كده بيني وبينك. أنت كنت بتعزم عزومة مراكبية ولا كان بجد؟ بصراحة. هقول لك، أنا اللي بيعرفوني وعاشروني وعاشوا معايا في حياتي، سواء وأنا طالب، سواء وأنا في القوات المسلحة، سواء وأنا في عملي في الجامعة. أنا كنت يعني آخر وظيفة مدنية ليا كنت مدير عام حسابات جامعة عين شمس. كل الناس تعرف جميل كلمته واحدة، ما بيغيرهاش. وناصر ده كان من أولادي. وفي الوقت اللي ابتدت المائدة فيه كانت أرض فضة ملك والدي تبع العمارة اللي احنا قاعدين فيها دي، كانت أرض كلها مية وكلها بتاع. البداية إن أنا كنت واقف في البلكونة ولقيتهم بيرصوا كم ترابيزة و و و و وبعدين لقيت ما عجبنيش الطريقة اللي بيرصوا فيها والأرض فيها مية وبتاع. فمن فوق قلت له يا ناصر، أيوة عم جميل، اعملها مربع ناقص ضلع. بتبع كلمة مربع ناقص ضلع يعرفوها الجماعة العسكريين اللي هي تبقى على حرف يو. قال لي انزل. لما قال لي انزل أنا ابتديت معه. صحيح في البداية ما كنتش موجود في المائدة كل يوم، كنت في عملي و و و. ابتدت المائدة دي في الحتة الفضة دي بتاعت والدي. الأرض فيها مليانة مية. تعالى كانت فيها مربة البني، تعالى نجيب رملة نشيلها ونفرشها في الأرض. بقينا نجيب الرملة، لا أنت ما تشيلش، الشباب اللي يشيل. أنا عايز أشارك، لا نفرش أساوي. ابتدت الموضوع كده، اتعلقنا. طب مين كان بيعمل الأكل؟ كانت كم 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 حلة كده صغيرين، ما كانش حد عارف إن هنا في مائدة، لدرجة إن الشباب كان بيجروا لغاية شارع الترعة ينادوا الناس اللي تعالى هنا في مائدة، تعالى هنا تعالى. كانت البداية
ان مثلا خدي يا فلانه نقي الرز، خدي يا فلانه، فلانه دي ممكن تكون ام جرجس او ام محمد، خدي يا فلانه اسلقي اللحمه، خدي يا فلانه اعملي الطبيخ. فقاملنا كل الاسر الجيران كله ابتدى يشتغل، لدرجه تاني يوم يقول لك ما جبتوش لسه ايه الحاجة. طب الرز ايه بتاع امبارح، طب ايه بطاطس، لا ايه ابتدى. وما كانش في مكان يتعمل فيه الحاجات دي، كانت بتعمل في البيوت. وكل واحد كانت البدايه رز ولحمه وخضار. ده كانت البدايه. بعد كده الارض دي في ناس اشترتها وطلعنا للشارع. بينا نعمل مائده. المائده فضلت تتعمل في الارض بتاعتكم كام سنه؟ بتاع سنتين ثلاثه. تمام. بعد كده اتعملت في الشارع. طب هتتعمل الاكل فين؟ في منور ما بين العماره بتاعتي او بتاعت والدي والعماره اللي جنبي. سقفنا المنور ده بخشب حبيبي و و و و واعتبرناها هي المطبخ، وما زال هو لغايه النهارده هو المطبخ اللي بيعمل مائده الرحمن الاكل موجود فيه بكل معداته. وفيها غرفة، الغرفة دي بتخزن فيها، فيها التلاجات وفيها تخزين الرز اللي لازم نخزنه من السنة دي للسنة الجاية. فبيبقى كل الحاجات دي موجودة في المكان ده. وحتى أطلق عليها خلاص دي المائدة. طيب المائدة أول سنة كانت بتساع كم فرد؟ واخر سنه 2022 كان بتفطر كم فرد كل يوم؟ هقول لك الموضوع ده ابتدى مراحل. في البدايه كانت الاعداد رمزيه. بعد كده لما طلعنا للشارع ابتدت نعمل صوان، كنا بنأجر الصوان ده من بتوع الفراشه نأجره، كان بتعمل بنأجر الترابيزات بنأجر الكراسي، كان بالطبع. والاكل ابتدى يتعمل في المائدة جوه، وآخر النهار سيادة اللواء يقعد يغسل المواعين وأولاد أخويا معاه وفلان، كان جدول فلان وفلان النهاردة فلان وفلان، كانت الناس بتاكل على الترابيزات دي. بعد كده المائدة كبرت لآخر الشارع ما شاء الله، وبدل ما كانت الحاجات دي بقت إيجار، لا بقت ملك. كل سنة نشتري وحتى الكراسي والدكك والحاجات دي اللي كنا بنعملها، لا دي بيت بتاعتنا. بيت بتاعتنا ازاي؟ برضو بالناس اللي بتفكر، بيت حتة خشبة معمول لها حمار زي ما بيقولوا عليه بالحديد المسلح، يتفرش كده ودي فوقيه، وبرضو حاجة أصغر تعتبر زي دكة تاعت المائدة بتشيل فيها حوالي 4 من هنا و4 من هنا، يعني 8 تنفار أو نقول 6. كانت بتبقى مليانة على آخرها. ما شاء الله. ده كانت البداية. تطورت العملية بعد كده إن بقي المائدة بقت ديليفري. يعني إيه ديليفري؟ برضو الناس اللي فكرت، طب في ناس كبيرة في السن، في ناس بتتكسف تيجي، في ناس مريضة، طب ما نوصل لها الأكل لغاية عندها. الله. طب نوصله ازاي؟ ابتدينا فكرة العمود. ايه العمود؟ بينا نروح نشتري العمود، كان ساعتها العمود 6 جنيه 7 جنيه، النهاردة عدى 8. تيجي كل أسرة في بداية رمضان تديني عمود، بطاقة سارية وتاخد عمود، تيجي قبل الفطار بساعة وساعتين تاخد صنفين خضار ورز ولحمة وسلطة، وكان زمان في عيش بنوزعه، وكان في مخلل ومشروب. المشروب موجود بيتوزع يوميا، واللي بيعمله وبالذات العرقسوس الحاج ناصر حسين لحد النهارده، لغاية النهارده. ولو ناصر حسين ما حطش ايده في العرقسوس ما يبقاش عرقسوس. يا اهلينا، بعد العظمة اللي احنا بنسمعها دي، هل احنا شعب حد يقدر عليه؟ هل احنا شعب حد يقدر يوقع ما بيننا؟ هل احنا شعب حد ممكن يتكلم في نغمة فتنة طائفية؟ أنا بسمع عظمة،
كمل. هقول لك تعليق على كلامك وتأييد لي. اتفضل. لما كنا انا كنت ضابط قوات مسلحه في حرب اكتوبر، وشاركت في حرب اكتوبر جوه سيناء، وكنت في الثغره مع الجيش الثالث. الله. لما كانت الدنا بتنزل اول مدفعيه بتضرب، كانت بتفرق بين محمد وجرجس؟ لا طبعا. لما كنا بندفن عساكرنا كنا بندفن محمد وجرجس جنب بعض. طبعا. ادي مصر. هتقولي لي علاقتك برمضان ايه؟ انا هقول لك. قول. ارتبطت انا برمضان واصوم رمضان مع عساكري ولغايه النهارده. بتصوم رمضان؟ اه. ايه بقى؟ بتصوم بقى صيام صيام وما فيش ميه والكلام ده؟ هقول لك بقى. قول لي. بعد كده طلعت للحياه المدنيه في جامعه عين شمس، بقيت زمايلي واولادي اللي النهارده ماسكين مراكز قياديه و بندور رمضان علينا كلنا. النهارده هفطر عند فلان وهنفطر عند فلان، ولازم ليهم يوم يفطروا عندي. كنا بنفطر في مطاعم، كانت في مطعم تحت بنفطر فيه. بعد كده تطورت العمليه ان احنا بنفطر في البيت بال15 وال16 واحد. مين بيعمل الاكل؟ كانت الله يرحمها اختي وزميله مسلمه. كانت بتيجي تعمل الاكل معاها وناكل ونفطر مع بعض ومشاريب وكل حاجه. ده بالك؟ وارتبط ولغايه دلوقتي انا بفطر مع ناصر حسين. هتقولي لي طب تصوم صيام بقى بقوم السحور وبتاع؟ لا، عشان ما بقاش كذاب. انا الصبح بدري قوي تلاقيني اخد كوبايه الشاي والسندوتش عشان انا مريض سكر. تمام. باخد ادويتي بس. بعد كده طول النهار مفيش، لان بكون موجود معاهم في المائده معظم. مستحيل هاكل ولا اشرب ميه والناس حبايبي واخواتي صايمين قدامي، يعني على الاقل اراعي شعورهم. على الاقل احس زيهم. وفي اخر اليوم ما بيجي مواعيد الفطار بنفطر مع بعض على ترابيزه واحده. انا الصدق والحماس والكلام اللي طالع من القلب واصلني بطريقه مش طبيعيه، ومصر هتفضل طول عمرها بخير طول ما انت واللي زيك وسطينا وبتعلمونا الحاجات دي. عم جميل، انا فخوره وليا الشرف ان انا استمتعت بالحديث الشيق ده. هنجيلك تاني وتالت ورابع، بس انا قبل ما اختم عايزه حاجه واحده. ايه قصتك مع التصوير الفوتوغرافي؟ انا سعيد الاول بوجودكم جميعا. وأتشرف بيكم وأتمنى دايماً أشوفكم على خير إن شاء الله، من غير تسجيل ومن غير أي حاجة. لا، ومن غير تصوير هنجيلك بقى ونقعد بقى. أهلاً بيكم. بقيتك جاية إن شاء الله إحنا معاك. والبيت ده يعني طول عمره معروف بيت كرم. يعني إيه بيت كرم؟ بيت كرم يعني إيه؟ إحنا كنا بنقعد ناكل على الترابيزة دي يوم الجمعة، كنا بنسميه الجمعة الكبيرة أو يعني أطول يوم. كنا بنعمل الاكل ونحاسب بعض. يعني ايه؟ يعني ايه؟ مثلا كنا بنبقى 10 تنفار جايبين لحمه تتشوي، اخويا يقعد على الشوايه وبتاع وسلطات ومعرفش ايه وبتاع. النهارده جبنا لحمه بكذا، جبنا سلطه بكذا، عملنا كذا، ده بالك؟ نجمع احنا كام؟ كل واحد عليه 50 قرش، كل واحد عليه 60 قرش، واحد يقول لك فلان عليا النهارده. كنا بنقعد نكعكع ونبقى مبسوطين. كانوا يقولوا لابويا ايه اللمه دي؟ اقول لهم انا مبسوط ان هم تحت عيني، ان هم موجودين. وكان مين اللي قاعد على الطرفين؟ حسن ومصطفى وتوفيق واحمد ومجدي. خلي بالك الاسامي دي كلها ما عدا توفيق، كلهم مسلمين ما عدا توفيق هو اللي متيح. وانا بعتز بالكلام ده ولغايه النهارده. انا في يوم من الايام بنت صديق ليا وبتكتب كتابها وراحت قالت عايزة عمو جميل هو اللي يشهد، ده يبقى وكيلي. وكيلك؟ وكيلها؟ وكيل عروسة؟ وكيلها. بنت انت هتوديني في داهية ليه؟ واخدة بالك؟ لا، قلت لها خالك موجود. لا، سبت لها. كنا في دار الإفتاء، سبت البتاع وطلعت. قلت لها بالليل، انا كنت عامل لها بالليل في الجنينة بتاعت دار الضيافة بتاعت الجامعة قاعدة. واخدة بالك؟ طلعت جريت من عشان ما
ما تبقاش واكلها وتحرق خالها. اه في يوم من الايام برضه زميل ليا وربنا يديله الصحه على قيد الحياه، صحيح عجز زي احنا الاثنين تاريخ ميلادنا واحد، كنت معاه من كام يوم ومراته، ف واحد غريب مننا، فقلت له ده اخوه، فبص لي كده قالت له مراته رد قالت له انت فاكر بهرج ده حتى تاريخ ميلادكم واحد. ربنا يا رب يديك الصحه وطول العمر. مصطفى ده يوم في كاتب كتابه فكنا عند المأذون، وبعدين المأذون قال فين شهود العروسه؟ فطلعت عمها وابن عمها البطاقات، هاتوا البطاقات. فين شهود العريس؟ ابوه قال اخواته سيد وجميل. انا بلمت، فراح المأذون سخط فيها، ما تجيب البطاقه يا جميل. فراح ابوه قاعد يضحك قال له خد بطاقتي انا بداله، اصل خدها امتحي. راح المأذون بص كده، فقلت انا ماسك شوكولاته، اختي كانت مدياني شوكولاته قالت لي وزعها عليك. فراح قال لي ايوه انت توزع الشوكولاته، قلت له وانت مش هدي لك ولا شوكولاته. يعني دايما مجمع الناس حواليك ودايما في الفرح ودايما نجيلك ونستمتع بحكاياتك الممتعه اللي بتدي اكبر درس لاهالينا والاهل الشر ان ما حدش هيقدر علينا يا رب. دايما دايما ينصرنا. أمين. على اي حد يعادينا امين، من جوه ومن بره يا رب يا رب يا رب. احنا سعداء. ما جاوبتكيش على النص الثاني. الصور صح. الفوتوغرافيا دي اصلا يعني كنا كل ما نتصور صور بتتشال. بعد وفاه اختي حسيت ان انا لوحدي، رفضت ان انا اكون لوحدي، بقيت اطلع الصور ولليها مجمعانا كلنا، وابتدى اشتري البراويز واعملها. حتى الراجل بتاع البراويز ده كنت ببعت الولد يشتري كل يوم مش عارف 2-3 مقاس كذا، يقول له هو مضيع فلوسه على البراويز ده كل يوم بيشتري. ايوه في كل اوضه محطوط براويز بتاع فلان وعلان وترتان وكلام زي كده. فانا هقوم معاكي ونعمل جوله واقول لك ده مين وده مين وده مين. تمام و... يلا بينا يلا بينا اتفضلي. قبل ما نقوم بس انا حقيقي شرف ليا اني قابلتك. اهلا بيك. انا واثقه ان اهالينا مستمتعين بكل كلمه، وعد ان شاء الله المره الجايه هنيجي تاكلنا هنا من عمايل بقى ايديكوا، وفي رمضان ان شاء الله هنبقى معاكم. اهلا بيكم أهلاً. في اي وقت ربنا يسعد قلبك وربنا دايما يعني يجمعنا على خير. اللهم امين يا رب. يلا بينا نشوف البراويز. اتفضلي.